بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حذر المؤمنين من اليهود، لأن الله تبارك وتعالى يحذرنا منهم في مواقف كثيرة من آياته الحكيمة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، إلى آخر الآية التالية. عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: مر شاس بن قيس وكان يهوديا على نفر من الأوس والخزرج يتحدثون، فغاضه ما رأى من تآلفهم ومحبتهم لبعضهم ومودتهم، فأمر شابا معه من يهودا فجلس بينهم فذكرهم بأيام بعاث، أي يوم كان يتقاتل الأوس والخزرج مع بعضهم ويتحاربون، فتنازعوا وتفاخروا. الأوس تذكر مفاخرها وخزرج تذكر مفاخرها، حتى قام أوس بن قيس أوس بن قيظي وجبار بن صخر من الخزرج، ذاك من الأوس وهذا من الخزرج، فتقاولا وغضب القومان وقالوا: السلاح السلاح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليهم حتى وعظهم وأصلح بينهم، فسمعوا وأطاعوا وبكوا وعانق بعضهم بعضا، ونزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، أي اليهود، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذه سنة اليهود إلى يومنا هذا، مهمتهم بين الدول والحكومات والشعوب الإسلامية، بل وبين الشعوب غير الإسلامية، أن تقسمها أقساما وتثير بينها العداوة والبغضاء والشدائد حتى تجعلهم يقتتلون، وإذا اتفقوا فيتفقون على المسلمين كما يخطط لهم اليهود والعياذ بالله تعالى. فالله يقول للمؤمنين: يا من آمنتم بالله ربا مطاعا، ويا من آمنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوه، كيف تطيعون فريقا من الذين أوتوا الكتاب من اليهود؟ هنا أود أن ألفت النظر إلى أن بعض المسلمين يظن أنه لا يطيع اليهود. الأفكار التي تسري في العالم غير الحق كلها وراءها اليهود. كيف هدمت اليهود أوروبا، وكانت أوروبا كلها ضد اليهود وتعتقد أنهم قتلوا ابن الله إلههم، دخلت عليهم باسم العلمانية، أن الناس يختلفون وسبب الاختلاف الدين، فليتركوا دينهم، فتركوا دينهم كلا أو جزءا، وتسلط عليهم اليهود يسيرونهم كما يشاءون. وهذه مصيبتهم ولم ينتبهوا إليها حتى الآن، وسأحاول أن أوضح ذلك توضيحا دقيقا في حلقة قادمة في المستقبل إن شاء الله. ولكن أكتفي الآن ببيان أن اليهود يسببون المحن والإحن، يعني الشدائد، للمؤمنين حتى يفرقوا جمعهم، وحتى يعني يبعدوهم عن صف التوحيد الخالص الذي يطيعون به الله سبحانه وتعالى، فيثيرون بينهم العصبيات الجاهلية. الجاهلية يعني ما قبل الإسلام.
نحن عشنا أيها الإخوة منذ أن خرجت، أتكلم عن سوريا وعن بلادنا، منذ أن خرجت فرنسا من بلادنا عشنا تحت حكم أشخاص إما أنهم لا يدينون بدين وإن كان لم يعادوا الإسلام في بادئ الأمر، ثم لما بدأ الناس يأخذون حريتهم دخل عليهم الحكم العسكري، لأن أعداء الله يستطيعون عن طريق شخص من العسكر أن يسيروه كما يشاءون فيغرونه بالمال أو بالجنس أو بالسخافات من أفكار اليهود والعياذ بالله تعالى، فينحرف عن الحق ويتسلط على شعبه فيخرب مجتمعهم ويخرب بنيتهم بشكل مباشر كما يحصل الآن أو بشكل غير مباشر كما كان قبل ذلك، قبل أن تظهر عوراتهم وتظهر أكاذيبهم وأباطيلهم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يحذرنا حذرا شديدا ويبين لنا بوضوح أنكم إن أطعتم طائفة من هؤلاء اليهود تكونون أذنابا لهم ويردوكم بعد إيمانكم كافرين. تأتي الآية التالية مستغربة، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ كيف؟ استفهام إنكاري، يعني لا يمكن أن يحصل منكم ذلك. المؤمن لا يمكن أن يحصل منه أن يترك طاعة الله وطاعة رسوله ثم يطيع أفكار وضعها اليهود كالشيوعية وغيرها وغيرها وداخله، إنما يطيع الله ورسوله. فلو فرضنا أنه حصل ذلك والعياذ بالله تعالى، فهذا أمر منكر غريب لا يمكن أن يحصل من المؤمن. وكيف تكفرون ولا يحصل من المؤمن؟ لماذا؟ أنتم تتلى عليكم آيات الله، هذا في عهد نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ترجعون إليه وإلى طاعته. وأما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكم كتاب الله يتلى دائما في الإذاعات وفي التلفاز وفي على المنابر وفي الصلاة وفي بيوتكم، تزعمون أنكم مؤمنون، ولكن مع الأسف مصيبة المسلمين اليوم الجهل. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، كثير من المسلمين لا يفهم من القرآن إلا أنه كما كانت تفهم العجوز رحمه الله، إحدى خالاتي رحمة الله عليها، وهي لا عتب عليها لأنها تنفذ أمر الله في الحصان والاستقامة وكذا، ولكن لا تفهم من الإسلام شيئا، كانت تقول لي: يا ابني قعدنا على الشيخ الفلاني. قال لها: خالي كيف تقعد على الشيخ الفلاني؟ قال لي: يعني هي عم نسمع درسه. والله ما شاء الله، إيش عد عد، إيش أرى آيات عد. قال لها: خالي ماذا قالت؟ قال لي: ابن أختي إيش عرفني أنا، حال كلام كويس، عد كثير كثير شيء كويس. هذه أمية لا تقرأ ولا تفهم ولا شيء، ولكن العيب عيب شباب وكبار يقرؤون كل شيء ويأخذون أفكار أهل الكفر بشكل مباشر عن اليهود أو بشكل غير مباشر عن أتباع اليهود وأذنابهم ثم يزعمون أنهم مؤمنين. كيف يكون ذلك وكتاب الله بين أيديكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قد توفي وذهب إلى الرفيق الأعلى فسنته باقية مدونة صحيحة محفوظة؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله في القرآن وفيكم رسوله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يعتصم بالله أي يستمسك بشرع الله من كتاب وسنة فقد هدي إلى صراط مستقيم، إلى طريق مستقيم، الذي تقوله أنت عندما تقف في الصلاة وتقرأ سورة الفاتحة وتقول: اهدنا الصراط المستقيم. تقول: اهدنا الصراط المستقيم، وأنت لا تدري ما الصراط المستقيم. هو طاعة الله ورسوله، الرجوع إلى الله والرسول. ولذلك الآيات بيّنت بشكل واضح أن الطريق إلى الجنة يوم القيامة لا يكون باتباع أي فكر من الأفكار إلا أمران بيّنتهم الآية وبيّنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث لا حاجة لأطيل عليكم. أولا القرآن، الثاني وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وسنته بعد وفاته، فمن رجع إليه ما استمسك بحبل الله واستمسك واعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما من حاز إلى فكر آخر والعياذ بالله تعالى فلا يلومن إلا نفسه، وقد علمنا وبينا فلا عذر للناس بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.